في البداية من أحد الأخوة الحضور ما شاء الله عن شيء من الحضور تكتب خط كبير وهذه صراحة لما أطلع ألاقي يعني شباب في الجمارك يعني بجد نفسي فيكم بصراحة دائما ونشكر الأستاذ طلال أبو-غزاله على دائما بصراحة مبادراته في قضايا إعطاء بعض المعلومات والمحاضرات من قبل المختصين والمتخصصين في مجالاتهم في هذا المنتدى اللي احنا بنعكس الانتماء له وبنتلمذ انه بنتعامل شغلات كثيره من خلال هذا المنتدى. صحيح انه موضوعنا اليوم موضوع مهم وحساس سيما انه يعني بيرتبط بشكل كبير بالوضع الاقتصادي بالاردن بيرتبط بشكل كبير بخساره الاقتصاد الاردني. يعني زي ما بتعرفوا الاقتصاد الاردني معروف انه حجمه كبير حوالي 6.5 مليون نسمه. هذا الحجم من الصعب انه يعني يقدر يوجد فرص عمل لكافه الاردنيين اذا كان الاقتصاد مغلق. لذلك انتهج الاردن الاقتصادي المفتوح وحتى يتغلب على نقطه الانغلاق وحجم عدد المستهلكين وعدد السكان. خلال العقد الماضي او 13 سنه الماضيه تم توقيع العديد من الاتفاقيات سواء كانت ثنائيه او اقليميه او دوليه ضمنها منظمه التجاره العالميه بعد ما قدمنا الطلب في عام 94 للجاف اسمهم انضمينا في شهر 11/4/2020 وبنفس الوقت وقعنا اتفاقية التجارة كأردن وقعنا اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وكانت الرابعة من واحد في العالم بتوقعها أمريكا بعدين منظمة وقعنا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقعنا اتفاقية المنطقة التجارة العربية الكبرى وبنفس الوقت اتفاقية الأغاليير اللي هي مع تونس والمغرب ومصر على اساس التغلب على قواعد المنشا وحجم المنشا المفروض لتصدير في الاتحاد الاوروبي. كثير من الناس بيعتقد انه هذه الاتفاقيات يعني كان لها دور ايجابي والبعض الاخر بيعتقد انه كان لها دور سلبي. فالدور الايجابي انه فتحت لنا الباب امام التصدير بدل ما نحكي عن 6.5 مليون بس في الاردن فتحت لنا باب التصدير لحوالي اكثر من مليار نسمه في العالم للسوق الامريكي للسوق العالمي لاكثر من 156 دوله في ذلك الوقت كانت منضمه لمنظمه التجاره العالميه. في نفس الوقت يعني بعض الاتفاقيات كان لها تحديات واحنا في المنتدى من خلال الميثاق الاقتصادي الاستاذ طلال الغزالي بشير على هذا الموضوع. في هناك محور درس معالي الدكتور محمد الحلايقة. هذا المحور بيحكي عن تقييم تجربتنا كأردن في مجال الاتفاقيات الدولية اللي احنا بنقول مثلا زي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تترك ثمارها كما كان متوقع ولعل القصور من جانبهم وضعفنا لنا بأننا نستفيد من الفرص المتاحة. صحيح انه جرت العادة انه رئيس الجلسه بياخذ دقيقتين الحكي والمحدث الرئيسي بياخذ اقل شيء. المره الجايه بدي اخذ ولا شيء مقابل انه نترك المجال لعطوفه الباشا الاخ غالب سرايري وانا بعتذر انه اشتغلنا فتره كافيه مع بعض في وزاره الجمارك وبامانه انه خلال يعني الدماغ المنظمة التجارة العالمية وهو موضوع اليوم مع ودور الجمارك فيها يعني كان هناك سقوط للرسوم الجمركية تم تخفيضها بشكل متواصل تذكر في 89 اول برنامج تسريح قانوني كان بعض الرسوم الجمركية 23% أنا أحكي عن الصف الأعلى للرسوم الجمركية 20% ومع بعض الصفات الاعتراض السلاوي بعضها كمان يمكن نقله لرئيس المبيعات زي السيارات والسجاير والمشروبات الروحيه. صحيح انه خلال الدماغ من بعد الدماغ هذا كله تعديل كل الاشياعات بناء القدرات استخدام التقنيات وتحقيق العديد من الانجازات
في هالدائرة اللي كثير كبير من المنتجين يعني بينتموا إليها ودخولها اللواء غالب سرايره اخونا العريض. فانت في مجالك تحدثت مع علاقه اول شيء عن انجازات الدائره وتطورها وعلاقتها بالاتفاقيه وخاصه منظمه التجاره العالميه ودورها في تحفيز البيئه الاستثماريه الاخرى، تحرير التجاره جادا، تحرير محاربه ومتابعه التهرب والتهريب. فانت في مجالك العريض وتشكر مره ثانيه اخونا طلال وغزاله على انه دائما تحسنا بانه نشعر بها النقطه الطيبه لرجالات الوطن اللي خدموه وما زالوا. طبعا ابو العريض غني عن التعريف لانه يعني من قصه صغير وهو في دائره الجمارك وتقلد عده مناصب في الدائره، حضر اكثر دورات وتقلد عده اوسن وبنفس الوقت في الدائره في عهده يعني شهدت نهضه ونهضه نوعيه سواء كان من خلال التطبع الالكتروني او من خلال السكوت او من خلال العديد من القضايا وبناء القدرات والمشاركه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي معروفه لكثير من الكوب ومثل ما كنا بنعمل نحكي عن بعضها ان شاء الله في خلال الوقت المتاح. وانا بعمل انه خلال الوقت المتاح تقريبا من نصف ساعه انك تعطينا، انا بعرف انه انت حكي ساعه بس لو فيك تعطينا نص ساعه افتدل لانه بامانه لو ادخل كثير من الاخوان الموجودين يعني بيتمنوا انهم يسالوا بعض الاسئله يمكن بعضهم يدير بعض القضايا الخاصه سواء كان دائره الجمارك متميزه لكن اكيد هناك في مجال التطوير والتحسين دائما وممكن الاستماع للنقاش يقول لانه ايجاد بعض الافكار هي الافكار تقودنا لتطوير في مجالات احسن وارحب واوسع في المستقبل. تترك في المجال في العريض حاول تختصر بس الاول يعني شكرا. بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كافة أنبيائه ورسله المرسلين. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أولا أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الأخ الكبير معالي الدكتور محمد أبو حمور أبو سالم معلمنا وأستاذنا الكبير ونحن تلاميذ نقف بين يديه هذا اليوم لنستهل من علمه ومن خبرته وهو بيت خبرة. كما ويسعدني أن أتقدم بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور طلال أبو غزالة المسؤول عن مجموعة منتشرة في أنحاء العالم كلياتها ويرسل رسائل عن الأردن في كل بقاع العالم وهذا شيء نفتخر فيه جميعا. ثم الشكر لكافة الأخوة والزملاء والأخوات أصحاب العطوفة والسعادة الحضور الكرام الضيوف الزملاء جميعا دون أي استثناء.